تفاعل جمهور من الصغار والكبار مع الفنانة المغربية أمينة كرم نجمة طيور الجنة التي أحيت لأول مرة حفلا فنيا ببلدها المغرب، وذلك في إطار فعاليات مهرجان الساحل للطفل الذي تنظمه جمعية الساحل للتنمية والثقافة بمنطقة القصر الصغير بالقرب من مدينة طنجة. أنا جد سعيدة بحضوري وفخورة جدا لأن هذا أول حفل من المغرب أول مهرجان غادي نحضر فيه في المغرب، وأنا جد سعيدة وكنشكر بزاف المنظمين ديال هذا المهرجان هذا بحيث كيعطي فرصة للأطفال باش يبرزوا المواهب ديالهم، وكنتمنى يعني هذا ما يكونش آخر مهرجان لأن الطفل المغربي في حاجة للاهتمام، الاهتمام الكبير يعني، وهذه الظاهرة اللي حنا كنعرفوها يعني محتاجة اهتمام. والله كان تفاعل جميل جدا يعني سورتو يعني أول مرة غنحضر في حفل مغربي لي الشرف أني حضرت اليوم. الجمهور مثلا العربي كيختلف على الجمهور المغربي، يعني باغ إكزومبل الجمهور السعودي كيختلف على الجمهور المغربي في بلادي. وي بيان سور، بما أن الأخت ديالي غادا في مسار الفن الهادف التربوي، يعني كتقدم واحد الرسالة للأطفال، رسالة هادفة تربوية اللي غادي تنفع الوليدات ديالنا، وغادي تنشأ جيل اللي هو متخلق، جيل يعني مواطن صالح لبلاده، لأنه أمينة كانت غني معروفة بأغانيها الوطنية، أغانيها الدينية، أغانيها الأخلاقية التربوية الهادفة، فأنا فخورة بزاف بها وبالمسار ديالها لحد الآن. وبالنسبة لمشاركتها في هذا المهرجان، هي لأول مرة في مهرجان مغربي، كنعرفوا باللي حنا شوية عندنا في المغرب ما كاين واحد شوية الإهمال للطفل المغربي، فهذه التظاهرة حنا كنشكروا بزاف أصحاب التظاهرة هذه اللي عطاو فرصة لأمينة ولاد الأطفال باش يعبروا على المواهب ديالهم، وفرحانين بزاف وكنتمنوا يكثروا بزاف بحال هذه المهرجانات ويكثر الحضور ديال أمينة إن شاء الله في المغرب كثر وكثر.